بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مروان مظهر رئيس المكتب الجهوي لجهة سوس مسا للجمع. تم انتخابي من الأعضاء المكتب الجهوي لجهة سوس مسا للجمعية الوطنية للمقاولة والمقاولين الشباب للتنمية. دز لقاء ممتاز مع الأعضاء وتم مصادقة على القانون الأساسي بالإجماع، وكنتمنى إن شاء الله نزيدوا القدام بهذه الهيئة هذه ونزيدوا نخدموا نعطوا عطاء للشباب لجهات سوس مسا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحتاوي سمير مستشار في جمعية الجمعية الوطنية للتنمية المقاولات والمقاولين الشباب. من هذا المنبر كنتمنى من المسؤولين باش يسهلوا المسطرة على الشباب إن شاء الله المقاولين الحاملين إلى بطاقة المقاولات، ان شاء الله نكونوا في الحسن الظن ديال الشباب. وكانت بهذه المناسبه تم تاسيس مكتب جهوي للحامل بطاقه المقاول، وكنتمنوا بس سهلوا المسطرة على هاد الشباب وشكرا. السلام عليكم، انا سميه مستشارة ثانية في مقاولتي والمقاولتين الذاتيين. كنتمنى هذا المكتب إن شاء الله يمشي في المسار اللي كنتمناه طبعا جميعا، وكنتمنى إن شاء الله يكونوا بحنايا بصفتنا مقاولين ذاتيين أو حاملين للبطاقة الوطنية للبطاقة ديال المقاول الذاتي. كنتمناو من الدولة ومن السلطات أنها تسهل علينا الطريق باش أننا نكون مقاولين ذاتيين في أرض الواقع، وأننا نكون حققنا ذاتنا ونخدموا المغرب ونديروا المشاريع اللي كنبغيو ونكونوا حرين ديال راسنا. وصراحة شرف لي أنني نكون كنتمي لهذا المكتب هذا باقتراح من السيد الرئيس. السلام عليكم، بصفتي كوثر فتيح اليوم تم الحضور ديالي اللقاء ديالي لهذه الجمعية بما تم انتخابي كاتبة